أمسية سعيدة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم المحبوبة اللي تأتيكم يوميا على قناتكم البلاد تيفي. مشاهدينا الكرام، كما جرت العادة ورقة وسيالة باش تدونوا معنا الوصفة تاع اليوم. في نفس الوقت نذكركم باللي رانا مازلنا في الصيف، في فصل الصيف، نسيت فاش ندير لكم عفايس خفاف اللي ما يشدولكمش اليد، في نفس الوقت نسيو كيفاش نعطو لكم تدبيرات خفيفه باش نعاونوكم بها. كما راكم تشوفوا قدامكم في الشاشه اليوم، انا سميتو هذا الكراتا سميتو سلاك الحاصلين تاع الوقت ما كاش والسخانه والجري، واش يبقاو لك دي زانغريديون في الثلاجه تاعك تقدر دير بهم هذا الكراتا وراح يجيك خفيف وبنين. وفي نفس الوقت جبت لكم واحد التحليه تاع الكؤوس راح نديروها غير بالشوكولا والموز، راح تجي خفيفه وبارده ولادكم راح يديروا بها حاله. انا حبيت نقول لكم برك باللي الكراتا هذا سميتو سلاك الحاصلين على جال حاجه، على جال هذوك البقايا تاع الثلاجه، حبه زروديه، حبه كورجات، شويه جلبانه، حبه تاع تكون تاع بطاطا. نسيو كيفاش كامل نعطوهم نبدا خفيفه ونعطوهم طريقه جديده ونديروا بهم دي كراتا اللي حيكونوا خفاف للعشاء ولا الفطور وما يشدوناش اليد وحيعجبوا كامل افراد العائله. بالنسبه للطبق اللي راح نديروه فيه مكونات اقتصاديه بوكو بليس، في نفس الوقت المكونات راهم موجودين في كل منزل، عندنا انغريديون واحد، عندنا مكون واحد نقدروا نستغناو عليه. حنا كانت تبقى لنا هنا في الثلاجه ربع قطعه تاع صدر الدجاج قطعتها مكعبات صغيره، واذا ما كاش تقدروا تستغناو عليه، سما ما تربطوش روحكم كامل بالقطع تاع الدجاج. في نفس الوقت في الوقت الراهن هذا لنا فيه الدجاج راهو شويه غالي، و48 الف الكيلو، 45 الف، سي بوغ سا اللي راني نقول لكم ونذكركم ونعاود نقولها لكم، على جال القطع تاع الدجاج ما تاخذوهاش بعين الاعتبار، تقدروا ديروها اذا كنتوا في ليتساع، واذا ما كانش كاين تقدروا تستغناو عليها. الحاجه الرئيسيه هي الخضره. هنا عندي مشاهدينا الكرام عباره عن زوج حبات تاع زروديه ولا جزر، كنت نقيتهم ودرتهم على فابور، درت الماء، جبت طنجرة تاعي بالكسكاس تاعها، درت فيها الماء وفورت فيها كاع الخضرة تاعي هذي اللي راكم تشوفوا فيها، فورت فيها زوج حبات تاع زرودية، زوج حبات تاع لاكورجيت، وحوالي 100 غرام تاع الجلبانة، وعندي هنا حوالي زوج حبات تاع البطاطا كانوا شوية كبار، فيهم واحد النص رطل أكثر، فيهم واحد 400 غرام هذوك البطاطا، وعندي نعاود نذكركم باللي هاد المكونات ولا هاد الخضروات مشاهدينا الكرام، كنت قطعتها مكعبات صغيرة بالشكل كيما راكم تشوفوا قدامكم في الشاشة، هذه الحاجة الأولى. حنحط لكم كل حاجه وحده. هنا الخضره نتاعنا مشاهدينا الكرام كنت قطعتها مكعبات صغيره ودرتها في لافابور، درت الطنجره بالكسكاس نتاعها اللي نفورو فوقها الطعام، وخليت الخضره تاعي تتفور باش ما تفقدليش كاع القيمه الغذائيه نتاعها وما يروحوا لي والو تاع مكونات تاعها في الماء، ما درناهاش ما غليناهاش، خليناها باش تقاردي كامل المكونات نتاعها. هنا عندي حبه تاع البصل قطعتها مكعبات صغار، وعندي تاع حوالي ربطه تاع معدنوس صغيره، وعندي قطعه تاع الصدر تاع الدجاج راح نديرو هنا. هذه هي الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه هذا الكراتا باش ما يجيكمش ناشف مشاهدنا الكرام، راح نديرو له واحد الصوص اللي راح ترافقو. هاد الصوص بنينه بزاف وخفيفه، فيها زوج علبات تاع ياهو الطبيعي، زوج علبات تاع ياهو الطبيعي، وفيها ثلاث حبات تاع البيض، وفيها نص كاس تاع الحليب. فيها نص كاس تاع الحليب، وفيها ثلاث حبات تاع البيض مشاهدنا الكرام، وفيها زوج حبات تاع ياهو الطبيعي. اذا ما كانش عندكم الياهو الطبيعي تقدروا تستغناو عليه، ديروا غير ثلاث حبات تاع البيض مع نص كاس تاع الحليب وشويه جبن مبشور، وانتم تحصلتوا على ديك الصلصه اللي راح تجيكم الكراتا نتاعكم مشمخ، والخضره هذيك راح تجي بنينه بنينه، صدقوني كارثه تاع بنه. وبالنسبه للزانغريديون ولا التوابل اللي راح يكونوا في الكراتا نتاعنا، عندنا شويه تاع الزعتره، عندنا شويه تاع كركم، وشويه تاع فلفل اسود، والملح بيان سور، جوز الطيب اذا كانت متوفره من الاحسن تعطينا واحد الريحه واحد اللوغو، واذا ما كانتش متوفره تقدروا تستغناو عليها. وعندي مغيرفه تاع الزبده. الحاجه الاولى مشاهدينا الكرام راح نجيب مقله، عفوا، يلا معاود نذكركم باللي رقم الهاتف دوك يجوز قدامكم اسفل الشاشه، تقدروا تشاركونا في الحصه تاع اليوم مشاهدينا الكرام، تعطونا رايكم وانطباعاتكم في الوصفات، وتقولوا لنا واش هي الحاجه ولا الوصفه اللي راكم حابين نقدمها لكم في البرنامج تاع واش نطيبوا اليوم. يلا راح ناخذ هذو الزوج مقالب، هنا راح نديروا المرحله الثانيه. المرحله الاولى هنا مشاهدينا الكرام راح ندير هذيك المقله نزيد عليها مباشره مغرفه تاع الزبده بالشكل هذا، فوالا، نخليوا هذيك الزبده حتى وين تذوب. تقدروا تعوضوا المغرفة هذه ولا المغرفة هذه تاع الزبدة بالمغرفة تاع الزيت. هنا نخليو هذيك المغرفة تاعنا حتى وين تذوب، بعدها راح نديروا عليها هذيك القطعة تاع الدجاج مع هذيك الحبة تاع البصل، نديروهم في آن واحد باش البصل تاعنا يذوب لنا مليح مع الدجاج. تقدروا ديروا
الحبه تاع البصل يتكراميليز شويه ولا يتقلى شويه داك البصل، كي يبدا يدبال ولا يبدا يذوب نزيدوا عليه هذوك القطعة تاع الدجاج. علاش راني نقول لكم هكذا؟ راني نقول لكم هكذا بالنسبه للمبتدئين، المبتدئات على بالي بلي امهاتي لما يشوفوا فيا يعرفوا مليح، باش هاد البصل ما يبقاش يغزغز كما نقولوا بالعاميه، ما يبقاش كشغل يغزغز في لو غراتان، باسكو الغراتان تاعنا الخضره تاعنا راهي طايبه، البصل اذا كان يغزغز راح يديرونجيكم، باش ما يبانش كامل البصل نحوسوا على من البصل غير الكو تاعو، ما نحوسوش عليه نتلاقاو به كي نكونوا ناكلوا. راح نحطوا هذيك الحبيبه تاع البصل، نستناوها برك غير شويه تبدا تدبل، انتم طولها برك وقتها. بعدها مشاهدينا الكرام راح نزيدوا عليها هذيك القطعه تاع الدجاج. انا قلت لكم هنا كان عندي نصف صدر تاع الدجاج، ها لابخيف ماشي حاجه كبيره، قطعتهم مكعبات صغيره. بالنسبه للتوابل اللي راح يكونوا هنايا معانا، نفس التوابل اللي راح نديرهم في الخضروات، عندي عباره عن مغرفه صغيره تاع الملح، عندي شويه تاع فلفل اسود، وعندي شويه تاع كركم. فوالا هادو هما المكونات. جلالي متابع وفي، مرحبا بك جلالي. مكان مرحب بك انت، الدار دارك جلالي. السلام عليكم. انا خويا سليمان، واش راك؟ صحيح خويا سليمان، واش راك سيدي؟ بارك الله فيك خويا سليمان، يعطيك الصحه يطول عمرك ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله تكون النور على نور في ذي الحصه هذه. الله يطول عمرك جلالي. واش راك صاحبي؟ ياك مليح، الناس مليانه راه ملاح. والله غير لاباس خويا سليمان، يعطيك الصحه خاصه انت يا بارك الله فيك، والاخت الكريمه اللي راهي تستقبل في المكالمات. راني ندير لها تحيه كبيره رانيا. ايه الاخت الكريمه، ايه الاخت الكريمه اللي راهي في الهاتف. هاي فرح، هاي فرحته راهي تقول لك يعطيك الصحة سيدي. اسمع كي اسمع اسمع واسمع رانيا، رانيا رانيا بارك الله فيها يعطيها الصحة، بارك الله فيها يطول عمرك خويا سليمان. والمخرج ما نساوش المخرج، المخرج قبل ما تجيب المخرج، المخرج واسمه حسين العريبي حسين، راهو قبل ما تقول لي عليها وقال لك ما حنا نحبوك، وقال لي قولوا بلي نحبوك، راك داير سوكسي كبير في قناة البلاد. خويا سليمان بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة كامل كيما راكم، كل عمال قناة البلاد كلهم كيما راهم كل. يطول عمرك، كاش خطرة نعرضوك جوز معنا؟ إيه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. ما ننساوش الشيف مريم، الشيف مريم ما ننساوهاش. ربي يحفظك تعيش تعيش، كاع راهم يسلموا عليك، كاع راهم فرحانين بيك ويطول عمرك ومرحبا بك. قول لي واش راك تاكل هذو اليومات؟ واش راك طيب؟ خليني نقرع جا عليك شوية، واش راهم يطيبوا لك في الدار؟ واش من الأطباق اللي راك داير حالة بهم هذو اليومات؟ على بالي بلي السخانة والميديتي دايرة حالة هذو اليومات. واش منهم الاطباق لو ياكلهم حبيبي؟ في الصيف زعما مثلا بيتزا، مثلا سردين. السردين هو رخيص هذو اليومات، قلب اللوز. سردين سردين ناكلوا انا في الصيف. بيان سور السردين وقته الصيف. قلب اللوز مثلا المقروط. قلب اللوز المقروط، الله يبارك ما شاء الله. نذكروا برك المجتمع اللاوي، المستمع الكريم لو يسمع فينا، باللي المقروط اللوز راهو مكلاسي الكاتريام المرتبه الرابعه عالميا والاول عربيا، يسمى رانا شرف كبير لينا بالنسبه للحلويات التقليديه تاع بلادنا ما شاء الله. باش نقولوا برك للناس اللي تشوف فينا بالنسبه للحلواجيات والحلوى والناس اللي يخدموا الكاطو، راكم شرفتونا ويعطيكم الصحه وكثر خيركم. خويا سليمان يعطيك الصحة بارك الله فيك، فكذلك واسمه فريتوملات، لا نحب فريتوملات أنا. فريتوملات معشوقة الجماهير. إيه صح، يعطيك الحق، خويا سليمان. أه نعم. والله غير حبيت نسقسيك واحد السؤال. تفضل يطول عمرك. أنت يا مهنة الطبخ هذه كنت تحبها كي كنت طفل صغير ولا حتى كبرت يعني ولا في عمرك 20 سنة ولا؟ والله غير عطيتني سؤال شباب. قلت لك انت صاحبي انت. شوف خويا سليمان حبيت نعرف الجواب. شوف دوك نعطيك نبذه على الشيف سليمان ونعطيها على المستمع لو يسمع فينا. انا نسمع فيك. شوف تبعني، انا عندي الوالد تاعي ستان شيف كويزيني، تحيه كبيره ليه، عنده 84 سنه في عمره، تعلم لا كويزين الاج دو 20 طون، كي كان عنده 20 سنه داوها لفرنسا تعلم لا كويزين في الخارج. ايام بعديك انا ترعرعت في عائله تاع الطبخ، انا خاوتي كامل في المنزل
متمكنين من هذه المهنه. يسمى انا كي زدت وبديت نكبر وبديت نشفى، لقيت باللي عندنا مطبخ كبير في العائله، اوتوماتيكمون لازم نندمج فيه. والوالد تاعي ربي يحفظه ما قريتو، كنت معاه دائما في الطبخ وعلمني ومازلني نتعلم منه وكيامل، مي كان مبازي لي بزاف على قرايتي. انا قريت، كان يخلص لي ليكور في ذاك الوقت، يقول لي دير ليكور، دير كذا دير كذا، تعلم الطبخ جانبا. في نفس الوقت لازم تقرا، قريت حققت له حلمه. قريت على جالك، ما نحبش القرايه، كنت نحب لاكويزين، كنت دائما نروح نقرا في الجامعه. الناس لما يشوفوا فيا باك يعرفوا نحن نقرا بالطابليه. الاج دو 20 اون 19 كنت نقرا في الجامعه، كنت نروح نقرا بالطابليه. يسمى تخرجت من الجامعه، ديت لا ليسونس والماستر غير على جال الوالد نتاعي. وكي كبرت شويه درت قريت الطبخ، قريت مليح الطبخ، كانت عندي لا باز مليح من عند الوالد، وزدت قريت الطبخ. قريت ومازالني نقرا ومازالني ندير لي فورماسيون، مازالني ندير لي فورماسيون اونلاين في الخارج، ومازالني نتعلم، ومازالني دوك راني بديت، وان شاء الله نتعلم مليح ونشرف بلادي بوكو بليس. ونحب دائما الشيف سليمان تكون عنده انتوش في المطبخ الجزائري. راني عطيت لك نبذه كبيره. نعم. الاب تاعك نقول له ربي يحفظه ان شاء الله، ربي يطول عمره. شوف شوف، قل له كلمه. قل له الشيف سليمان يظل يعرف فيك باش تجي لهنا تجوز معاه حصه، ما حبش يجي، قال لي ما نحبش نبان. صح، والله غير بالك عنده الحق على بالك. خلاص خلاص، هي قلت لي عنده الحق خلاص. انا حبيت ندير. نعم نعم. يقولوا بارك الله فيه الاب تاعك، الله يعطيه الصحه، ربي يطول في عمره، ان شاء الله نتمناوا له حج، ان شاء الله يحج. والله الحمد لله حج. شحال من خطره وبابا كان يخدم في السعوديه، كان يروح مع لي زاجونس اللي يروحوا يدوا المعتمرين من 98 حتى وين جات الكورونا. يسمى خدم بزاف بزاف في السعوديه ما شاء الله، والله كثر خير المولى عز وجل. ان شاء الله يزيد يروح يدير حجه، وجميع الناس اللي يشوفوا فينا ان شاء الله ربي يرزقهم ان شاء الله بحجه ولا بعمره. وانت اولهم، انت اولهم ان شاء الله. ان شاء الله خويا سليمان. نعم، طول عمرك، ربي يتقبل ان شاء الله الحجه، ونتمنى انتايا وتروحوا معه للحجه ان شاء الله. يا ربي ان شاء الله، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، ونتلاقاو انا وياك ان شاء الله. ان شاء الله خويا سليمان، واحد الطبق حبيت نتعلمه من عندك. يا هديني هنا غير الحاجه اللي ما نعرفهاش، نقول لك ما نعرفهاش. كاين واحد طبق شخشوخه تاع البسكريه، الشخشوخه البسكريه. اه نديروها، نخلوا الحاله غير تبرد شويه في سبتمبر ولا ان شاء الله نديروا الشخشوخ. الشخشوخ هذه البسكريه تكون حاره، ما حاره حاره، وتكون انت معايا هكذا على المباشر، ونطيبوها كيف كيف. خويا سليمان. نعم. شوف الله يسرك، بارك الله فيك، وسلم للاب تاعك، الاب تاعك بزاف بزاف. يطول عمرك، ان شاء الله يكون يشوف الحصه، ان شاء الله يكون ما رقدش راه يشوف الحصه. قولوا بارك الله فيك، وشوف سلم لي على المخرج. وعلى الاخت الكريمه اللي راهي في الهاتف اللي تستقبل المكالمات، فهمتني؟ ليكيب كاع راهي تسلم مالك. شوف المصورون وكل العمال. قدرت لنا لومبيونس هنا في البلاطو، المصورين قام يضحكوا راه عجبهم الحال. ويا سليمان. نعم. ما تنساش الشيف مريم، هذيك نحبوها بزاف الشيف مريم. ان شاء الله، ان شاء الله تكون من الاستماع. وانتم نحبوك ونموتوا عليك سعد. ربي كامل كما راكم نحبوك ونموتوا عليكم. يطول عمرك. واش نقول لك؟ نقول لك يعطيك الصحة وبارك الله فيك، ونعيط لك خطرة على خطرة. لا لا لازم تعيط لي سينو نزعف. نقول لك حاجة، بارك الله فيك، والله يعطيك أكثر من ذلك. يطول عمرك. ونحبوكم ونموتوا عليكم. بارك الله فيك. كامل كما راكم، والله غير يعطيكم الصحة. يطول عمرك. بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة. على خير السمانه الجايه نعيطك. ان شاء الله. السلام عليكم. قال اخي تهلا بزاف في روحك. هم داروا لك قاها كالي كيف. ها يلا تحيه كبيره عليه، الله يكثر من تالو، انسان طيب ما شاء الله. احنا كي نشوفوا برك المكالمات هذوما ونشوفوا الناس باللي راهم يعطونا من وقتهم وكاع، الله شرف كبير لنا. الحمد لله الحمد لله. نعاود نذكركم مشاهدينا الكرام، بالنسبه للناس اللي تشوف فينا دوكا، وبالنسبه للناس اللي لحقت بينا دوكا، هذه نحطوها منها باش تبان لكم مليحه. انا كنت نهضر مع الاخ ونقصر معاه، شوقني بالحكايات تاعو، في نفس الوقت كنا نخدمه. كنا خدينا هذيك المقله مشاهدينا الكرام، درنا فيها مغرفه تاع الزبده، درنا هذيك الزحبه تاع البصل مقطعه مكعبات صغيره، وزدنا عليها هذيك القطعه تاع الدجاج. شفتهم كيفاش قعدوا يتقلاو، الله الله الريحه راهي ما شاء الله. منا جبنا مقله واحده اخرى، درنا فيها مغرفة تاع الزيت، كنا درنا هذوك ليكيم على فابور، هذوك ليكيم كنا درناهم فورناهم. كانت عندنا زوج حبات تاع البطاطا، زوج حبات تاع الكورجات، زوج حبات تاع الزروديه، قطعناها مكعبات صغيرة مشاهدينا الكرام.
فورناهم. وثاني كانت عندنا حوالي 100 غرام تاع الجلبانه. بعد ما فورناهم مشاهدنا الكرام حطينا كل حاجه على في ريسيبيون، درنا لهم الماء البارد باش يغارديو لا كولور ونستابيو لهم لا كويسون وحطيناهم قدامكم. بعدها حطيناهم كامل مع بعض. يلا توجد مكالمه. السلام عليكم. وعليكم السلام وليدي ورحمه الله وبركاته. وما شاء الله عليك. وش راك يمي امتي؟ الله فيك يرحم الكرش اللي جاب. يطول عمرك ما شاء يرحم الله. امي ان شاء الله. طيابك ولا عقلك ولا لسانك الحلو. يطول عمرك امي امتي. وش راكي؟ راني بخير وليدي. انا من بليده. جارتي. وراني نتكلم فيك. جارتي. ويعجبني طيابك وتعجبني رافانتك ويعجبني الفهم كيفاش تفهم بناتنا يفهموا عرايسنا يفهموا. هذاك هو الصح. حتى لا ننسى الكبار كيما انا بوكو بس حبكم انتوما تفهموا. والله غير نفهمك ونشتاق باش نطيب كيما انت، ولكن الله غالب انا كبيره في السن. نطيب لك ونجيب لك ولكن والله نقول للبنات ونقول لهم ديروا كيما الشاف سليمان ما شاء الله. يطول عمرك. يسلمك وليدي. وش راكي امي باش ندعي لك ربي ان شاء الله. ربي يحفظك. يعطيك ان شاء الله طولة البال ويكمل لك في هذه الصنعه هذه وتنجح فيها وترجع ان شاء الله شيف كبير في العالم. يطول العالم يطول كامل عمرك. يطول عمرك امي انت. ان شاء الله يكثر من امتيالك يعلي شانك ومراتبك يا وليدي. الله يطول عمرك. غير الدعوه هذه واش تسوى؟ الله يعطيك ما تتمنى. والله ندعي لك كي نشوفك وجه ديالك باشوش هكذا ندعي لك بلا ما نكلمك. ندعي لك ونقول ربي ينصره ويعلي شانه ومراتبه ان شاء الله. الله يطول عمرك. واش دعيتي لي ان شاء الله يكون لك بالمثل ولا بخير؟ خير من اللي دعيتي. ان شاء الله ان شاء الله. انت وليدات المؤمنين. نتمنى لك ربي يطول لك في عمرك. المؤمنين حتى ديك البنيته اللي معاك ان شاء الله. ان شاء الله ربي ان شاء الله يطول لك في عمرك ويخليك تاج فوق راس وليداتك. كمل يا وليدي كمل في المسيره تاعك. حنا رانا موراك رانا ندعو لك. يطول والله عمرك. ولو ما نكلموكش ندعو لك ربي يوفقك ربي يوفقك ربي يوفقك ويعدي شانك ومراتبك ويرحم الكرش اللي جابك. يطول عمرك امي امتي. يعطيك الصحه ومرحبا بك. قول لي وين تسكني في بليده امي امتي؟ خليني نقصر معك شويه. نسكن في بليده. نسكن الفوق في لي بالمي. في لي بالمي. الله يبارك. ما شاء الله. وقيل احنا ولي جارك. ها ان شاء الله. مرحبا بك. راك في الحومه. يطول عمرك امي امتي. انا نسكن في بوفاريك ان شاء الله باذن الله. وقيل واحد البروجي ان شاء الله حنولي جارك وجوزي عندي. ومرحبا بك ولي نشوفك. هكذا باش نعود تجي تزورني. والله غير نزور يما بلا مزيتي بلا هذه كاع نجي لك. والله غير يعطيك نتمنى. يسلمك يجيك الخير ان شاء الله والربح ان شاء الله. ان شاء الله ربي يحفظك ويطول لك في عمرك وكاش ما خصك مرحبا بك. يسلمك وليدي يسلمك بارك الله فيك. يرحم الكرش اللي جابتك انت. رحم عليها ونزيد. امين امين. ربي يرحمها. علاه جابت الرجال بلادنا. النساء النساء الجزائر جابوا الرجال. جابوا الرجال في الطبخ في كل في كل حاجه في كل مهنه في كل مهنه. ما شاء الله عليكم يا ولادنا. ما شاء الله عليكم. يعطيك الصحه ميمتي وكثر خيرك ويطول عمرك. هذه من راسك ميمتي. ربي يحفظك. يسلمك. تعيش تبقى على خير. تهلاي بزاف في روحك. يسلمك تبقى على خير. منين داك وعيط لنا نقصروا معك شويه. يسلمك وليدي بارك الله فيك. يطول ربي يعينك. يطول عمرك بنتي. كثر خيرك بارك الله فيك. شكرا امي ربي يحفظك. يلا مشاهدينا الكرام نعاود نقول لكم على السريع. هاد الصلصه باش الكراتان تاعنا ما يجيناش ناشف لازم تابليكيوها. هنا واش درت؟ ثلاث حبات تاع البيض ولا ولاد الدجاج درتهم هنا في هذا الغيسيبيون. زدت عليهم زوج علبات تاع ياهوت طبيعي. هم الناس الكبار كاع ياكلوا ذاك الياهوت الطبيعي. وزدت عليهم مشاهدينا الكرام نص كاس تاع الحليب. بالنسبه للناس اللي ما قدروش يشروا الياهوت الطبيعي عادي نديروا غير نص كاس تاع الحليب مع دوك ثلاث حبات تاع البيض مع القريصه هذيك تاع الملح. نخلطوهم هكذا. تحبوا تخلطوهم بيدكم ولا بالفوي ولا بلو بغا ميكسور. رانا خلطناهم مليح. نعاود نذكركم هنا درت زوج علبات تاع ياهو الطبيعي وزدت عليهم نص كاس تاع الحليب وزدت عليهم نص كاس تاع الحليب وزدت ثلاث حبات تاع البيض. يلا توجد مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم الشيف سليمان. واش راكي اختي العزيزة؟ عافاك منيح والله. الحمد لله يطول عمرك. وانت واش راكي؟
العائلة لاباس. والله غير الحمد لله يطول عمرك وانتي. حكي مليحة صحتك لاباس. أنا لاباس الحمد لله، راني نتبعك راني ندير في ربك ما شاء الله ربي يحفظك. والله شرف كبير ليا، مرحبا بك في كل وقت. الله يسلمك يا عزيزي. تعيشي منين كي تعيطي لنا؟ من وهران. من وهران. الله يبارك ما شاء الله. قولي لي واش راكم تطيبوا في دول الايامات في الصيف والسخانه هكذا، واش راكم ديروا ماكله؟ شكشوكه غير الحاجه خفيفه. هاد الكراتا اللي درته لكم بزاف شبابه، نديروا ان شاء الله بربي يجي خفيف. راني سميتو سلاك الحاصلين ما فيه والو، هاي من الخضره. ان شاء الله بربي الخضره هذيك اللي درتها كامل متوجده في المنزل، وزدت لك درت لكم هذيك الصلصه باش يجيكم خفيف ان شاء الله نديرو بربي يطول عمرك. شاف سليمان حبيت ان نسقسيك على المعجون تاع تاع الخوخ، ما نعرفش نديرو، حبيت تقول لي لاغوتات. غير كيما درتو ما شفتيهش؟ ما شفتوش الله، ما شفتوش. بلا كنت خرجت ولا رطيتي. شوفي مدام دوك كي نكوبي قول لي وانا نكتب. لا لا معليش، باش تشوفي كاع الطريقه، باسكو علاش البارح ولا البارح شفتو في القناه تاع اليوتيوب كتبي معجون المشماش شيف سليمان قناه البلاد، معجون الخوخ. ما عنديش اليوتيوب شيف، ما عنديش. معليش معليش دوك نعاود لك. دوك نعاود لك. عاود لي نكوبي، عاود لي وانا نكتب خويا. نعم ومعليه، ما يكون لا خاطرك. نعم ومعليه. صحيت ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يحفظك. ما كاش مشكل كاع مدام، ما كاش مشكل. صحيح. يطول عمرك. يلا مشاهدينا الكرام، كنت جبت هاد لي غامكه ولا تجيبوا هادوك حاجه اللي تدخل في الفرن، نتوما كل واحد واش عنده في المنزل تحبوا ديروهم مشاهدينا الكرام قوالب فرديه، كما تقدروا ديروهم قوالب جماعيه. هذيك الصلصه اللي قلت لكم فيها اربع حبات تاع ثلاث حبات تاع البيض مع فوالا بالشكل هذا، مع زوج حبات، مع زوج حبات ولا زوج علب تاع ياهو الطبيعي، وتزيدوا عليها مشاهدينا الكرام نص كاس تاع الحليب هكذا، نديروها حتى ونشوفوها بلي تشرب الكراتان تاعكم. ما فوالا دوك هذا كي ندخلوه للفرن ينشف هكذا. علاش ينشف؟ باسكو في هذاك البيض، هذاك البيض ينشف ما تخافوا والو. شوفوا ديجا كي تشوفوا هكذا لي كولار ما شاء الله فريمون راح يعجبكم. انا واش راح ندير له؟ راح ندير له الجبن المبشور هكذا من الفوق. حبيت نقول لكم حاجه مشاهدينا الكرام، باللي هاد لوغاتا راح يجيكم كريته تاع بنه، وراح يجيكم مشمخ وخفيف وبنين. هذا لازم تجربوه، هذا لازم كاع الناس اللي تشوف فيا واش عندهم بقايا في الثلاجه تاع خضره، واش عندهم كامل قلت لكم خضره في الثلاجه يقدروا يديروه. يلا توجد مكالمه. السلام عليكم الاخت سوريه، مرحبا بك. الو السلام عليكم مدام. السلام ورحمه الله. انسى واش كسليمان لاباس؟ والله غير بخير، وانتي واش راكي الاخت سوريه؟ والله نحمد ربي، يعني قاعده نشوف فيك يدير في الكراطه. واش راهم الناس طارف؟ سيبون خلاص، حبست النار هذيك والله تقلقنا عليكم. والله الحمد لله عديت غصره غديت. ربي ان شاء الله يسلككم على خير ويطول لكم في عمركم ان شاء الله. ان شاء الله تعيش. انا نحبك ياسر، نحب المثل تاعك ياسر. والله غير ما انا نحبكم ونموت عليكم، ربي اللي شاهد. وشحال نحب نتلاقى بكم، وشحال نحب نقصر معاكم، وشحال نحب نجي هكذا ونشوفكم. اولا ما تجيناش للطارق. نجي ليكم، نجي نجي ان شاء الله. كاش مناسب كاش مناسبات ولا اعراس ان شاء الله نجي ننظمها لكم تما. ربي يعينك، ربي يعطيك الصحة ان شاء الله. نحمر لكم وجهكم ان شاء الله، يطول ربي يحفظك يطول عمرك. قولي لي واش راكم تطيبوا هذو الايامات في فصل الصيف هكذا والسخان؟ عقب غير كراتان، شكشوكه، سلابا، الحميص، حاجه خفيفه. ما شاء الله. شكون راه معك؟ شكون اللي راه معكم يهضروا؟ شكون؟ معايا عروستي وبنتي. يا خويا بلغي لهم السلام كامل تاع الشيف سليمان وليكيب تاع قناه البلاد، ربي يحفظك ويطول لك عمرك ويخليهم لك هكذا ملمومين بيك وفرحانين بيك ان شاء الله. راني يعني كل يوم نتبعك ثلاثة جي وانا نحكم تلفزيون. ربي يحفظك يطول عمرك وبارك الله فيك. هاي ربي يعينك بالسلامة. يعطيك الصحة ميمتك، كثر خيرك، شكرا جزيلا.
يلا مشاهدينا الكرام قبل ما نروحوا فاصل نعطيكم نبدا خفيفه. كنت جبت زوج حبات تاع الزروديه، زوج حبات تاع كورجات، زوج حبات تاع البطاطا، حوالي 100 غرام تاع الجلبانه فورتهم فوق الماء عادي على فابير، حطيتهم على جنب، جبت مقله درت فيها حبه تاع البصل، شويه كركم، شويه فلفل كحل، شويه تاع الملح، وحطيت نص صدر تاع الدجاج، مكعبات صغيره، نص صدر تاع الدجاج اللي عنده من الاحسن، اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليه. وهذيك الخضره جبت لها مقله واحده اخرى، خلطتهم كامل مع بيض مع بعض، عفوا درت لهم غرفه تاع الزيت، شويه تاع المعدنوس، ونفس لي زيبيس، فلفل كحل، كركم والملح وشويه تاع جوز الطيب. بعدها خلطنا كاع المكونات مع بعض، هذاك الدجاج مع هذوك الخضره، وجبنا هذاك اللي غام كان يدخلوا في الفرن، حطينا الخضره نتاعنا هذيك مع الصدر تاع الدجاج. خدمت لكم واحد الصلصه راح تجيكم خفيفه وبنينه، عباره عن ثلاث حبات تاع البيض، نص كاس تاع الحليب، وزوج علبات تاع ياهو الطبيعي، وقريصه ملح، خلطناهم مليح بالبرا ودرناها من الفوق باش الكراتا تاعكم يجيكم مشمخ ما يجيكمش ناشف. وزدت لكم ثاني الجبن المبشور من الفوق. علاش حبيت ندير لكم هذه الصلصه في الكراتا؟ باسكو بزاف ناس كبار من بينهم الوالد تاعي، ناس كبار هذو اجي لهم يشوفوا فيها امهاتي، ما يحبوش الكراتا على جال اللي ناشفين. انا نسيت كيفاش نعطيكم لي زاستيس باش يبانوا مشمخين وتقدروا تاكلوهم مليح. تحيه كبيره لكم، اذا تكرمتم قعدوا معنا، نروحوا فاصل قصير نرجعوا لكم. مشاهدنا الكرام رانا رجعنا لكم بهذه الطاوله اللي كانت من اعدادكم انتم. مشاهدنا الكرام بالنسبه للكراتا اللي قلت لك واش سميناه السلاك الحاصلين، جا كريته تاع بنا وجا بزاف خفيف. شوفوا كيفاش جا مشمخ. انا علاش قلت لكم لازم تشوفوا معايا هذيك الصلصه اللي راح يجيكم الكراتا نتاعكم مشمخ. انا معليش اذا حبيتوا شوفوا هو، شوفوا معايا ما راح نخسروا ما والو، مي شوفوا تفهموا بلي مشمخ. ها الكراتا نتاعكم راح يجي مشمخ، ماشي هذاك اللي راح يكون ناشف ما تقدروش تاكلو. بالنسبه للناس الكبار نهضر مع الناس الكبار بوكو بليز نحطها منه. وبالنسبه للتحليه تاع الشوكولا هذه اللي قلت لكم بالموز، بزاف بنينه وخفيفه، خلوها برك تبرد باش تقدروا تاكلوها بالصحه والراحه. مشاهدينا الكرام ان شاء الله حصه اليوم كانت نالت اعجابكم، ونقول لكم تحيه كبيره للكامل اللي كيخدموكم اليوم، ونقول لكم تانيك سنونا في اعداد جديده وبوصفات جديده. سلام.